السلام عليكم متتبعين قناة مربوحة، تحية كبيرة لكم، نتمنى يا ربي تكون بألف خير. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد اللي نتمنى إن شاء الله هذه الوصفة غنقدموها لكم، فيه تنال الإعجاب ديالكم. غنقدم هذه الوصفة أنا وحماتي. هذه الوصفة كنت مشيت عند واحد المتتبعة الله يجازيها بخير وكانت قدمتها ليا وعجبتني بزاف وسولتها على المقادير وقالت لي مرحبا غادي نعطيها لك وقدميها للمتتبعات. وكنشكر آمال هي اللي قدمت لي هذه الوصفة وضقتها عندها وكانت وصفة رائعة، ونتمنى إن شاء الله حتى نتوما تقدموها وتنال الإعجاب ديالكم. وراني شرحت الطريقه ديال الوصفه لحماتي وغادي نقدموها لكم بجوجنا ان شاء الله. السلام عليكم يا صحباتي يا خواتاتي يا بنياتي يا وليداتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي درتم على الصحه؟ كي درتو شويه؟ لاباس عليكم؟ كي داير رجالكم؟ لاباس. اليوم انا غادي نقدم مع عروستي هذه الوصفه. هذه انا ما عمرني كليتها وما عمرني زعما شفتها، وهي وراتني الطريقه كي ندير لها، وغادي ياك ما تعجبكم ان شاء الله يا سيدي ربي. وبسم الله على بركة الله. تنخليو الماء حتى تيغلى. خالتي اسمحي لي غادي نقولوا للمشاهدين المقادير. المقادير واخا. تنحتاجوا الزرع مشرد تيقولوا له هربل، وتنحتاجوا شوية الملحة، وتنحتاجوا كاس الزيت، تنحتاجوا شوية الزبدة، تنحتاجوا شوية السمن، تنحتاجوا العسل. وتنحتاجوا كاس ديال الزهر. وكنحتاجوا الحليب. وتنحتاجوا الحليب. بالنسبه خالتي لهاد الوصفه هذه، هذا هو الزرع المفسوخ اولا الزرع المشرد هربل. هذا الزرع هذا راه ماشي ضروري يطيب بالحليب. انا بشحال هذه كنت في الدار ديالنا وكانت الوالده ديالي كتصوبوا لينا بحال الشوربه بمطيشه بحال غادي نوجدوا التشيشه ولا اللي بغا يدير له. وانا فاش دقتو عند المتتبع عجبني بهذه الطريقه هذه ديال الحليب اللي دارته زوين. هذا الزرع المفسوخ ضروري كناخذوه وكنقيوه وكنغسلوه وكنبيتوه من الاحسن فازق. كيصبح رطب، ها نتوما كما كتشوفوا شويه كيرطب وكيساعدنا كيطيب دغيا. تقريبا خالتي راه غادي دير كيلو ولا ربع هنايا ديال الزرع المفسوخ. خالتي دابا حتى يغلى الماء. ما كنديروهش في الماء بارد، كنديروه في الماء سخون. الماء غليان. بسم الله على بركة الله. وبلا ما نذكروا الفوائد ديال الزرع، فوائد صحيه وفي زعما فيه بزاف ديال المنافع، وخصوصا للدراري ديال الصغار، ومع دابا ايام ديال البرد غيجي زوين بزاف. تنحتاجوا كاس ديال ماشي كاس كامل خالتي، غير النص. تنحتاجوا النص ديال الزيت، نص كاس الزيت، نص كاس الزيت. واللي ما متوفرالوش الزيت البلديه راه ماشي مشكل، واخا يدير الزيت الروميه. تنديروا شويه الملحه، والزبده والسمن حتى التالي. الزبده والسمن حتى يغلي. ولا بغى يدير شي شويه ديال الزبده مع الزيت يديرها، ولكن راه الزيت كافي. الزيت ولا الزبده غير باش يعني داك الزرع ما يتعجنش. ملي درنا الزيت ماشي مشكل، راه كافي. ولا بغى يزيد حتى دابا يضيف واحد شويه الزبده يضيفو ماشي مشكل. وبالنسبه للملحه كاين اللي ما كيستعملش الملحه في الاول، من الاحسن يستعملها باش المذاق ديالو ما تجي بنين. كيبنن الملحه كتبننا. دابا نسدوها تصفر. الا كنا خاتين مزروبين غنسدوها تصفر. كنا ما حتى حاجه هي كيطيب. بسم الله احنا نسدوها. هو الا ما شديناش عليه كوكوط راه يقدر يدينا من ساعه حتى ل 45 دقيقه هو كيطيب بلا ما تشد الكوكوط. ولا شدينا كوكوط راه كيطيب دغيا دغيا. مساو هربوا علينا النعيجات خالتي، هربوا. مشا داهم السرح واقيلا بعدهم شوي. سمحوا لينا على الصوت ديال البوضه غادي يقلقكم شويه في الصوت، ولكن ما عندنا ما نديرو، كنشاركوا معكم كل شيء بتلقائيه. تنحركوها دابا نشوفوا واش راه تايطيب. حنا ما بغيناش نسدو عليه دغيا باش نسدو عليه دغيا زعما باش يطيب. ونوريكم كي تايجي. واخا يكون كيطيب وما شديش على كوكوط مره مره حركوه. هو راه الطياب ديالو بحال الروز، بحال التشيشه، بحال المحمصه، بحال هكاك الطياب ديالو. حيت تايبات فازق، حيت تايبات فازق يصبح يجي رطب.
غادي نقرا في التعاليق يقولوا لي المشاهدات انت قاسم حماتك تطيب ياك، ولكن راه نقول لكم بصراحه انا راه ديما تنجي عندها والله ما كتخليني ندير شي حاجه، والله يجازيها بخير. واحد الهضره اللي دابا حماتي وقيل عاد تسمعها من عندي، واحد غير هذا العيد الكبير الاخر اللي جيت لعندها مشيت نعاونها في تشواط الريوس، وقالت لي واحد الكلمه اللي صراحه اثرت فيا بزاف، يعني واحد الكلمه اللي تنظن بلي اي حمات ما تكونش قالتها للعروسه ديالها. مشيت نعاونها في التشواط ديال الريوس وقالت لي يا سيري ما تشوطيش الريوس. قلت لها لا خالتي راه غادي نشوط، حيت كانوا تبارك الله 6 ديال الريوس وكانت مريضه. قلت لها لا خليني نعاونك في تشواط الريوس، ما خلاتنيش. وقالت لي عرفتي شنو هاد تشواط الريوس، حتى نموت انا ونخطم من هاد الدار عاد غادي تشوطي الريوس. صراحه هاد الكلمه ما تنظنش ان شي حمات تكون قالتها لها، وراه ما كتخليني ملي كنجي عندها ما كتخليني ندير حتى شي حاجه، حتى وليداتي الله يجازيها بخير كتعاونني فيهم. وتنتمنى اي بنت الله يكرمها بشي حمات بحال حماتي. الله يرضي عليك بنتي، الله يرضي عليك، راكي بحال بنتي. تصرف معايا وكانني البنت ديالها، واقيلا اكثر من البنت ديالها. ربي اللي عالمه بنتي، راه سيدي ربي اللي شاهد. باش ما تكتبوليش في التعاليق راه انت قاسم حماتك تطيب. لا لا بنتي بحال بحال. يوم حدي انا حياها نيت انا نعافري ونهار الموت وهذيك الساعه بيناتكم. الله يطول عمرك اخالتي وخليك لنا بركه. امين حبيبه يا امين. راه كما كنقولوا الدار الكبيره الركيزه ديالها هما الناس الكبار. الناس الكبار بنتي. والدار الكبيره لهلا يخطي منها المراه العاقله والمراه الرزينه. الدار الكبيره ملي كتكون فيها المراه العاقله والرزينه راه ضروري داك الدراري غادي يخرجوا واحد الذريه صالحه. امين الله يرضي عليكم بنتي ويرضي على وليدات المسلمين الجميع. الله يصلح الله يصلح المغرب ديالنا. بالنسبه للوصفه ديالنا راه اللي بغى يدير فيها السكر يدير فيها السكر، راه ماشي ضروري ما يديرش فيها السكر. انا قلت لكم بحال الطيب ديال الروز، الا بغى يدير فيها السكر يدير فيها السكر، غير حنا في عاود السكر في الدار هنا كيقللوا شويه من السكر والملحه، يعني بغاو يديروا العسل، الا داروا العسل ما غاديروش السكر. وانا عاد غادي ندوقها نشوف كي غادي تجي. وانا دابا حماتي انا ما عمرني كليتها، ما نكذبش على سيدي ربي. دابا دايره الوصفه ديال امل متتبعه ديال القناه تبارك الله عليها. مازال خالتي غادي توريكم في الطريقه ديال التقديم ديال ملي غادي يوجد لينا الزرع، غادي توريكم الطريقه ديال التقديم بالعسل ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. المشاهدين غادي يقولوا لنا سعداتكم جالسين في الطبيعه والغازو. خالتي غادي تقول لكم بلي هذا راه ماشي غازو، غتقول لكم لاش كديروا هذا. تنديروها بنتي تنزرعوه للشعير، تنزرعوه للكسيبه الغليمات والبقيرات تياكلوه، ماشي تنديروه باش نحصدوه ونديروه زرع، لا تنديروه الكسيبه تاكلوه. انتم تشوفوا الغليمه تطرع تنقولوا الوالده تنقولوا له قسيل، لا تنقولوا تنديروا قسيل زرع قسيل الكسيبه ما تاكل. لحقاش هذه وقت وخربي عند الناس وكل شيء، حنا ضروري نديروا هذا القطار. حنا كنديروه في بلاصه الفصه، كاين الناس تنديروه في بلاصه الفصه، كاين اللي تيزرع به الفصه والشعير مشروكين، اللي ما بغاش تيدير غير الشعير تيديروا له. هاد الارض خالتي هاد البلاصه دايره غير الزرع ديال غير الزرع علاش لا خطره. نوبه تنديروا فيها بطاطا، نوبه تنديروا فيها البصله، نوبه تنديروا فيها قسيل تنبدلو تنديروا فيها قسيل الكسيبه. والناس دابا تيسحبوها غازو، هو لا ماشي غازو راه شعير، تنديروه الكسيبه تنقولوا له حنا قسيل. وهذيك الخضره اللي تتبع قبالتكم لهي هذيك راه بطاطا زرعناها، ماشي شي خضوريه. هذيك اللي تتبان خضوريه لهي ماشي زرع ولا شي حاجه، بطاطا هذيك مزروعه. وهذا بال، هذا بال راه حنا مغطيينه اللي تتاكل الكسيبه وتنغطيو به البصله في وقت حيت تنجيبوا البصله تنديروه الكسيبه تندخلوه لا تتاكلهم حيت تجي في العشيه تندخلوا لها البال تتاكلو. دابا بنهار تنديو البقر تيرعى في عندنا حتى الشعير لتحت زارعينه، تنديو البقر لتحت يرعى الشعير ومحيت تندخلوهم تنعطيوهم البال تنعطيوهم تبن لداخل تياكلوه. البال كتعطيهم في العشيه خالتي؟ تنعطيهم في العشيه، ودابا محيت غادي يدخلهم عاوتاني غادي يعطيهم البال في العشيه، عاوتاني تيمشي السار حتى يروح شويه وتيولي يخرجهم عاوتاني، تيجي مع جواه هذيك الربعه تيجي عاوتاني تيخرجهم عاوتاني تيسحو حتى يسرحو حتى رجليهم شويه. البقر ايه البقر ايوا حتى هو مسكين خصو يسرح رجليه. كما كتشوفوا معانا يونس عافاك اجي، ها هو داك الهربل ديالنا شرب طعب. شرب داك الماء وطلق البيوضه داك تفسخ مزيان تفقع، كنقولوا حنا تفقع. داك الساعه دابا غادي تزيد خالتي الحليب، راه تقريبا يطرو ديال الحليب. بسم الله على بركه الله. غادي نزيدو طريف ديال الزبده
زيدي واحده اخرى خالتي وغادي شويه السمن اللي كيبغي يديرو ولا ما كيبغاش راه بلاش غير شويه خالتي غادي نخليوه يغلي ومن يطلع داك الغليه شي شويه في الاخر غادي نزيدو شي كاس ديال الزهر هذا الزهر كيخلي شويه المذاق زوين كيخلي واحد البنه والريحه فيه زوين راني دخلت شفت في الانترنيت ولقيت باللي كاين وصفات الدربل ولكن ما لقيتش الوصفه اللي فيها الزهر وفيها السمن و هادشي واقيلا راه غادي يجي زوين الريحه عطات زوينه اييه الريحه عطات خالتي تبارك الله الدار عامره بالزرع وقالت لي راه عمرها ما طيبات هربل لا ما عمرني درت انا هاد هربل هربل راه كيجي حتى بمطيشه كيجي زوين كيجي شوربه زوين بمطيشه ايوا اللي بغات ديرو بمطيشه ديرو العطريه ودابا راه كنشوفو حتى في الريستورات كيحطوه في شلاضه كيديروه مع شلاضه كليتو انا في شلاضه كليتو هكا ما عمرني زعما ما عمرني درتو حنا القمح حتى نفزقوه ونديروه مع الهرقمه وكما قلت لكم اللي بغى دابا يزيد بحال دابا بغى السكر يدير السكر يزيد السكر فيه خالتي غادي نديرو حنا العسل باش ما يجيش حلو بزاف السكر والعسل نديروه هنا في الطبصيل في وسطه ايوا هانتوما هاد الاكله واقيله لا راه غتجي لذيذه ان شاء الله يا ربي والقمح صحي بعدا القمح صحي واخا كاين اللي درتي له الزرع مشرد راه دابا كاين في اي حانوت ولا عند اي عطار كيبيع الزرع مشرد واسمحوا لنا على ازعاج ديال البوطه نتوما تتبغيو الطبيعه وحنا جبنا البوطه للطبيعه باش نوريوكم كما كتشوفوا معنا من بعد ما فاض لينا الحليب وصافي بقات الغليه التاليه اللي غادي الفيضه التاليه كنزيدو فيها باش كيخلي داك النسمه ديالو وكيبقى طالق ريحه زوينه وكيعطي البنه لهذا الهربل هذا خالتي راه عجبها صافي دابا غير شويه غادي نطفيو باش تبقى داك النكهه ديال الزهر عاطيه نتمنى انكم تجربوا وصفاتنا الاعجاب ديالكم راه وصفه صراحه زوينه رائعه خصوصا دابا مع ايامات البرد بحال غنديروا الشوربه ولا غنديروا الحريره هو راه هادشي ريحته عاطيه هادي الزبده اللي غنديرها في الوسط خالتي دابا نطفي البوطه نمشيو الغليه التاليه نطفي البوطه صافي خالتي غير طفي البوطه صافي صافي خالتي دابا تحطي قشري شويه شنو المشكل اخالتي شنو المشكل لا لا خالتي حطي بهادي بسم الله تبارك الله الريحه ديالو غزاله عاطيه زعما يا خالتي انا زعيمه عليك بحال راني انا اللي طيبت انا اللي كنحط ايوا انت هي مولا الوصفه انا ما عمرني درتها ماشي هي وماشي انت نتوما غير ايوا هذه اللي عطاتها اللي عطاتنا الوصفه بيع امان الله يجازيها بخير ولا يرحم لها الوالدين وصفه غزاله انا دخلت عندها وذوقتها وسولتها فخالتي من السبب بغينا نزينوا الوصفه غادي نديروا شويه ديال الزبده كنزينو هكا وكناخدو العسل وبالنسبة للناس اللي دارو السكر ولا دارو سنيده صافي ماشي ضروري انهم يديرو العسل حنا راه ماش كيف شفتونا ما درناش السكر ولا سنيده يعني صافي درنا العسل اخويا اخويا الطبسيل خفتو يغلبني وبالصحة والراحة وسمحوا لينا اللي تشهات الوصفة وعجباتها تسمح لينا واللي كتوهم حتى هي تسمح لينا واللي تتوهم تسمح لنا نديروا هاد الوصفات هادو ويسمحوا لنا المحمات بزاف يلا قولوا بسم الله
ايوا بالسلامة عليكم وشكرا شكرا على المتابعة شكرا بزاف. او جيم 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 الله ينيكم ونتمنى تبقاو بخير والوصفات عجبكم. ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك ديالكم وبالضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد قناة مربوحة.